سعادة السيد عدنان درجال وبصحبة أعضاء رؤوس وفد المنتخب الكويتي رئيس الاتحاد رئيس الهيئة الشباب الرياضة سيد حمود فليطح وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف. هنا في البصرة ثقر العراق الباسم وقد فتحت ذراعيها لكل الخليج تقول لهم هلموا إلي فقد طال الفراق هلموا وأهلا بكم فأنا أم العراق أهلا بكم استظلوا تحت جذع نخلتي فأنا الفيحاء وبعدكم لا يطاق فهيا بنا مجتمعين لنلبي دعوتها فهي التاريخ وأهل للكرم اشتكينا للأزرق وهلا بالأزرق هذه العبارات التي رحب بها العراقيون على الاستاد عدنان درجال جنرال كرة القدم العراقية الذي كان حاضرا في الفترة الماضية كقائد لأسود الرافدين باصي للدكتور حمود فليطح وهو مدير عام هيئة الرياضة الكويتية حاليا كانت هناك مواجهتان متتاليتان في بغداد بين المنتخبين عن هذه الفترة مهند علي عدنان مع فانكوفر الكندي على عباس ريبين سلاقة صفاء هادي هنا الكرة عبر الجهة اليمنى مازن فياض كذلك خرج من المعسكر الإصابة التسديدة الله أول تهديد للأسود وتألق لحارس الأزرق سليمان عبد الغفور أمان العرباوية في الكويت وأمان الأزرق في المرمى هو من يتصدى ويبعد الكرة التسديدة الأولى الخطيرة من أمجد عطوان تذهب إلى خارج أرضية الملعب ضربة ركنية الكرة الأولى عراقية التهديد العراقي يأتي التسديدة هنا أصاب 100% السيد خالد الشمري العودة بالنسبة تنظيم البطولات الدولية هو الهدف الأسمى لكي يعود العراق إلى ماضيه المميز والجميل المنشود في استضافة البطولات لعبة الكرة هنا هجوم المنتخب الكويتي لكن شبيب الخالدي ما كان في منطقة الجزاء هنا التقدم التاكلينج بشكل مميز للكابيتانو فهد الهاجي يسيطر على الكرة لعبة عكسية الله حطها في الجول عيد الرشيدي سجل الأزرق لاستعادة أيامه لإعادة كتابة تاريخه آه يا الأزرق والعف الساحة يا كويت سجل زعيم الخليج سجال افتتح أول الأهداف والجمهور العراقي كما اعتاد كما فعل في هلا بالأخضر كما فعل في هلا بالعنابي ها هو يظهر لنا كم هي المودة الحاضرة من الشعب العراقي ويقول هلا بالأزرق ويحتفل بهدف أول لمصلحة المنتخب الكويتي في شباك من؟ في شباك منتخب بلاد العراقي حفاوة الاستقبال حاضرة والكرة العكسية لفهد الهاجري أكرمها في اللقطة الماضية عيد الرشيدي لاعب نادي القادسية الملكي في اللقطة الماضية وضع الكرة في شباك حارس المرمى محمد حميد أول كرة بين الخشبات الثلاث سجلت بالأزرق من خلال هذا اللقاء في الدقيقة 22 عن طريق لاعب نادي القادسية عيد الرشيدي سجل أول الأهداف لمصلحة الأزرق الكويتي 1-0 1-0 يعجبك الجمهور الحاضر في الملعب على قلة عامله في سنوات ماضية المدرسة الإسبانية قد تأخذ مكانها في الخليج أيمن حسين الله حتى هذه اللحظة وبالتالي هو كان من مكانه يبدأ في إعطاء بعض التعليمات محاولة التقدم يا سلام على الفنيني الفنان مرر الكرة لكنها قطعت من الدفاع لاعب عراقي بين أربعة سجاد بين الأربعة بين الخمسة أبعدت من الدفاع الكويتي مبارك الفنيني يحافظ عليها في أرضية الملعب حتى اللحظة أداء كويتي على المستوى الدفاعي ممتاز جدا يا سلام مبارك الفنيني المرتدة للمنتخب الكويتي 2-3 اللعبة إلى بندر السلامة يتدخل الدفاع العراقي وإبعاد الكرة من ميثم جبار إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية للمنتخب الكويتي ركلة ركنية للأزرق تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة المنتخب الكويتي حضور قليل متواجد حاليا في مدرجات ملعب جذع النخلة والجمهور العراقي مثل ما ذكرنا شغوف بكرة القدم وبالتالي مع الركلة الحرة شبيب الخالدي شبيب يسدد الكرة الله
حين يرتدي القميص الأبيض مع نادي الكويت. شوف الإعادة على التنفيذ، اللعبة الكرة بالرأس، الله خارج أرضية الملعب من أبجد عطوان، حاول كثيرا في شوط المباراة الأول. وأساطير الكرة العراقية كابتن رائد يعقوب نجم الكرة القطرية السابق على ما حللتم من شوط أول انتهى، اللاعب السابق القوة الجوية، اللاعب الحالي لنادي الشرطة، اللاعب الذي سجل هدفين في كأس الخليج، كذلك غادر علاء مهاوي. هنا الهجوم للمنتخب الكويتي، هجمة خطيرة مع بداية الثاني، الله الجنرال الصغير حاضر في منطقة الجزاء حتى وهو واقع على أرضية الملعب، ينقذ مرمى من هدف محقق أحمد إبراهيم. شوف الإعادة في اللقطة الماضية، الخطأ في الكرة ومن ثم مررت بهذا الشكل، سدد الفناني وتألق حارس المرمى، ومن ثم لا شبيب لعبها خارج أرضية الملعب، حاول يلعبها لوب من فوق حارس من فوق المدافع احمد ابراهيم لكنها ذهبت عاليه. كذلك يتواجد مكان سجاد جاسم، المدرب يغير في الجهه اليمنى، وصلت خطيره، هو ممكن الله، تعود بالراس من احمد ابراهيم الكابيتانو الذي تجاوز 100 مباراه دوليه. هجوم الان لمصلحتي المنتخب الكويتي، هجوم عبر الجهه اليسرى خطيره، مبارك الفنيني مرر الثاني، لا ضاعت على الازرق. فواز عايض العتيبي في اللقطه الماضيه وضع الكره يسار محمد حميد لكنها ذهبت الى خارج ارضيه الملعب. قد تكون هذه الكره نقطه تحول من خلال هذه المواجهه ان احسن المنتخب العراقي العوده، لان فواز عايض كان عليه يلعبها مقوسه الى داخل مرمى لكنها ذهبت ستريت، خذت طريقها الى خارج ارضيه الملعب في انتظار ظهور اكثر مع حسين علي، مع محمد داود عبر الجهة اليمنى، داود العكسية، حسين علي خطيرة، تسديدة، الله قتالية المدافع فهد حمود. دفاع الأزرق الكويتي خطيرة، اللعبة مرتدة هنا، بندر السلامة لكن ما في زيادة عددي، ما في إلا بندر يهاجم إلى شبيب الخالدي عبر الجهة اليمنى في انتظار المساندة، شبيب يحاول المرور وسط العيد الرشيدي، شبيب الوانتو خطيرة، عيد الرشيدي ممكن الثاني، اللعبة للمنتخب العراقي حاليا، ضرغام اسماعيل محاولة التسجيل، ضرغام يهاجم، ضرغام يمرر، حسين علي عكسية، والإبعاد في اللقطة الماضية القتالية كانت حاضرة على فهد الحمود وهو في طريقة وينافس أحمد كانو نجم الكرة العمانية على عمادة العالم. لعبة الكرة الثالثة، تعادل، اللي في الملعب واللي في التلفاز توقعوا بأنها ذابت إلى الشباك، يعني 1-1 لكنها في نهاية المطاف ذابت إلى خارج أرضية الملعب وبقيت 1-0 لمصلحة قميصة. يا جماعة ثقيل تاريخها حافل، وبالتالي اللي يرتدي قميص أزرق يعرف ثقل ذلك. لعبة الكرة العكسية، محاولة الإبعاد، حسين علي رغم قصر قامته لكنه هو من يلعب الكرة، داود عكسية، قاسم على راس محمد داود، هلا العراق بعد بحاله، ابن الزعفرانية الله عليك يا عراق، العب ما عليك، سجل الأسود محمد داود كما تألق في فترات زمنية ماضية في مستويات أدى، لكن شوف الأسيست محمد قاسم، هو جايك من على الخط من بغداد من خط محمد القاسم، يلعبها على المقاس على راس محمد داود، يعيد الأسود إلى هذه المباراة قبل 10 دقائق من النهاية. خذ لك لعبة الآن في مدرجات ملعب جذع النخلة، لكن شوف الإعادة، محمد القاسم موجود يلعب الكرة العكسية على راس محمد داود، ثاني مرة محمد داود مباراة الكرات الرأسية، ابتدأ عيد الرشيدي وسجل محمد داود الليلة الكرات الرأسية، لا يسأل عليها سليمان عبد الغفور، تأخر فهد الهاجري باللحاق بمحمد داود الذي يسجل هدف التعادل للمنتخب العراقي مطلع الدقيقة 80. حلوة مباراة، حلوة، فريقين حلوين يا جماعة، تبي مبارياتهم ما تخلص. إلى إبراهيم بايش إلى الخلف، أمجد عطوان إلى محمد قاسم صانع الهدف، يفكر يسدد من هذه المسافة، محمد قاسم، الله
روبرتو كارلوس العراق موجود. شوفه شلون يشوت في اللقطة الماضية محمد قاسم. محمد قاسم خارج المنطقة، بدل المطوع ما زالت قائمة، وصلت سهلة في أحضان محمد حميد. جمهور عراقي في بداية المباراة هازر الكويتيين، جاملهم، لكن بعد ذلك يبحث عن الفوز الثاني. صافرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العراقي. نعم، وفيها بطاقة حمراء. فهد حمود كل اللي سواه في المباراة خربها في هذه اللحظة، وبالتالي نال بطاقة حمراء مباشرة صحيحة. نعم، لأن أيمن حسين كان آخر لاعب، وبالتالي المنتخب الكويتي سيلعب المباراة بعشرة لاعبين. المنتخب العراقي يتحصل على ركلة جزاء في توقيت مثالي من هذه المواجهة، وبالتالي إمكانية خروج المنتخب العراقي بقلب للطاولة في هذه المواجهة قد تكون حاضرة. ركلة جزاء للمنتخب العراقي. أيمن حسين وسليمان عبد الغفور في التقدم. أيمن، الله، الأسود، متعة الكرة، فخر المحبين في جذع النخلة لاسمك يا عراق، وتدر حبك. سجل أيمن حسين، قلب الطاولة على الأزرق في مواجهة الأشقاء، واحدة من المواجهات الأروع في تاريخ الأربعين مواجهة. جعل من النتيجة 2-1، تغييرات كاتريتش هي من قلبت الطاولة في شوط المباراة الثاني. حاول سليمان عبد الغفور، ذهب إلى الكرة، لكن أيمن حسين جعل من النتيجة 2-1 في الدقيقة 89، آخر 10 دقائق. الأسود الرافدين قلبت الطاولة، جعلت من النتيجة 2-1. هذه فرحة دكة بدلاء الأسود بشكل أكبر في المباريات القادمة أمام استراليا الأردن. فرصة العراق الكويت لتعديل النتيجة قد تكون حاضرة بالكعب داخل منطقة الجزاء. الهجوم، التعادل، الله، كانت على الوعد والموعد. هذا اللي ينقال له يا صادق الوعد، وانت الوعد والموعد. الفريقان كانا صادقي الوعد، وكانا في الوعد والموعد. شبيب الخالدي كان يريد خروج الأزرق، ذابت من الجميع وتجاوزت أرضية الملعب. صافرة سلمان فلاحي، حكمنا القطري الدولي، تطلق لتعلن عن نهاية هذا العرس الجميل في البصرة الفيحاء بانتصار للمنتخب العراقي على حساب ضيفه الكويتي الجميل.